شفت حال الشغل، وكنا مصرين على كشف حقيقة الاغتيال السياسي، لكن أي مواطن الآن على اتحاد الشغل ما عملش حتى وقفة، وكيف هكذا صير مطالبة بكشف حقيقة اغتيال فرحة حشاد باهي الاحتفال السنوي؟ على فكرة إن شاء الله علاش ما يوليش عيد هذا 5 ديسمبر كما عملنا 9 أبريل؟ الأصل فيه عنه عيد وطني، مش عيد الشجر أهم من عيد فرحة حشاد استشهاد حشاد. ثم احنا الان حكومه واتحاد شغل لطميات كل عام، هل ثم جديه حقيقيه في كشف هالملف هذا؟ والله اجيبك بكل صراحه باش نعطي رايي معناها الواضح. انا لا انتظر اي شيء من ذلك من الاتحاد العام التونسي للشغل، لان صلته الاتحاد الحالي معناها في تركيبته وفي البيروقراطية التي تأسست فيه وتجذرت وتفرعت وأصبحت يعني أقدم من كل الأحزاب، فلا ينتظر منه كثيرا مثل هذه الأمور، لأن رهاناته مختلفة على رهانات بقية عامة النقابيين. معناها يعني الكثير من النقابيين لهم مواقف مختلفة تماما عن المواقف التي يصدع بها قادة الاتحاد أو يمارسونها في حياتهم اليومية في ممارستهم للسياسة. هؤلاء لا تعنيهم كثيرا مسائل من هذه القبيل، وأكبر دليل أنهم لم يتحركوا في ذلك. بالتالي هذه الجذوة الوطنية اللي تحدث عليها والتعلق بروح حشاد والتألم لوفاته ووفاته بتلك الطريقة ليست موجودة بكل، لم تعد موجودة، على الأقل لم تكن موجودة بالقدر الكافي حتى لا نتطرف، ما كانتش موجودة بالقدر الكافي بما يسمح أنه يصبح العنوان الكبير لتحركات الاتحاد هو يعني كشف حقيقة الواحد. وحاجة أخرى ضروري أن نتحدث فيها، أنه هذه راهي كشف الحقائق حتى بصورة بوستيوم، يعني بعد ما يموت الشخص بسنوات طويلة فترة بعيدة جدا، راهي متعلقة بأمور سياسية معناها، مخابراتية أكثر منها. نعم يعني أمور متعلقة بالسياسة معناها، يعني كي تبدأ أنت حاجتك بشخص تخليه في الذاكرة الطالب بشكون قتله، حتى كان تعرف شكون قتله ما تحبش يكتشفوه. وإذا كان أنت عندك شخص ماذا بيك، معناها ماذا بيك تتغبروا في التاريخ يا أخي. تو عندنا احنا يا أخي عندنا كان حشاد، عندنا الكثير من المناضلين سواء من النقابيين أو من غيرهم، ولكن ربما حشاد خاطر كان في الاتحاد أصبح بمثابة معناها أصل أخلاقي إن صح التعبير قياسا نعم على الأصل التجاري، وبالتالي يستفيد منه الاتحاد. معناها احنا كل يوم نسمع قيادات الاتحاد، حتى وقت كانت تقابل بن علي معناها نهار كامل وحبك يا شعب والاتحاد وحشاد والاحتفال وغيره، لكن ما نتصورش أنه حشاد توفي من اجل ان تساند منظمه نقابيه اصيله ومناضله تاريخها تاريخ مناضل كبير جدا، من اجل تساند استبداد، اي استبداد مهما كان نوعه. للاسف نحن نعرف ما حدث للاتحاد من انتكاسات خاصه بعد ضرب قياداته النقابيه نعم للمناضله، ومن اخذ مكان الرياده فيه، وكيفاش كانوا يتملصوا حتى من التحركات نتاع الاتحاد نفسه، يعني يتجنبون. نعرفوا ايش قالوا معناها اخر قيادات النقابيه في عهد بن علي، معناها تبرأت من الوقفه الكبيره اللي عملناها نهار الاحد قدام الاتحاد، قالوا اخويا ذم مش من الاتحاد وما عيطنا لهمش اكثر شيء من هك. نعم في وهم ساحة محمد علي، نعم 8 جانفي اعتقد، والطلبة وكلام الطلبة كيفاش سكروا عين الميكرو. هذمهمش نتاعنا وما عيطنا لهمش. وفي سي الاخر عبيد البريك على فكرة وقتها، خليني أعطيك، أنا ما كنت مسيب الرباط في الفترة هذيك في ساحة محمد علي، عملنا وقفة الطلبة هكا برشا طلبة، كان ثم مكبرة صوت، حتى مكبرة الصوت نقصوا علينا استكثروا علينا مكبرات الصوت. يعني واضح انه معناها طبعا الخوف هو اصلي في الانسان، لكن مش بالدرجه هذيك، مش انك تبيع تنجم تجبد روحك اذا كان خفت. ما الخوف حاله طبيعيه بشريه، معناها ربما ما نلوموش على الناس كل، مش الناس كل عندها نفس الشجاعه، ومش الناس كل عندها نفس عمق نعم القناعات، شيء طبيعي جدا. ولكن انك تحب تلبس جبه القناعات الكبيره وانت ما عندكش منها، هنا نقول لك سامحني راه ما يجيش. معناها انت وليت بيروقراطي ماكش منافق، نعم بيروقراطي بصحتك بيروقراطي، التذكير فقط أنه تستعمل الشهيد السيارات الالمانيه
لأنها أفضل وأقل تكلفة في التعهد كما قال أحد قيادات الاتحاد. فلك ذلك، معنى أن تقول ما تشاء، ولكن لن تصبح مناضلا بهذه الطريقة. كل دار مش الاتحاد برك، حتى القيادات أحزاب السياسية، نعم. كثيرة، هو حتى أحزاب الوقت كثيرة يمر، اسمح لي ومؤلوف استاذ كثير مراد. في كل الأحزاب بجميع أنواعها. ربي خليني أكمل الفكرة. في كل الأحزاب بجميع ألوانها، ديما الجيل الأول جيل مناضل، والجيل اللاحق هو جيل الغنائم، وغيل الغنائم والركوع، معناه لأن الغنيمة لا تؤخذ بذلك الشكل. فشيء طبيعي جدا، هذاك علشان ما نستغربش مواقف الاتحاد اليوم، نعم، ونعتبر عادية جدا أنه يكون هكاكا. وثم ربما جيل اول نستغرب منظري، ثم من غنم الشهاده ونعم المغنم فقط. تذكر انه الشهيد حشاد راهو مش قتلوه برصاص، راهو تم التشنيع تاعو فعلا للتاريخ اصلا، باش ما يترك حتى مجال لانه يفلت من القاتل نتاعو. وتم في ذاك الوقت ظل جازوهم كل واحد 100 الف فرنك، تقريبا 600 الف دينار بوقتنا الحالي.